فذلكم الذي يترك فراشه في الليل ثم يقوم إلى مكان وضوئه ثم يتوضأ ثم يستقبل القبلة وهو على يقين أن أحدا من الخلق لا يراه، لكنه يريد بعمله أن يودع له شيئا عند ربه. ويبقى لهداية الله له أن يعلم، والله لو لم يكن الله يحبك لما أيقظك أن تقوم بين يديه، فالله غني عنك وعني وعن الخلق جميعا وعن طاعتنا، لكنه لما أحبك شرح صدرك وأتاك عافية، فالعافية بها قمت، وانشراح صدرك أعانك على أن تقوم. فإذا ناجيته جل ذكره بآياته وتلوت كتابه دخلت في قول الله جل ذكره، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قالوا إن المروزي أحد أصحاب الإمام أحمد خرج في سفر ثم نام بعد أن صلى ركعتين، فقدر أنه نام على قبر وهو لا يدري أنه قبر، فإذا بصاحب القبر يسأله وقد رآه في الرؤيا في المنام، قال يا مروزي لقد آذيت. قال ومن أنت يرحمك الله؟ قال أنا صاحب قبر أنت الآن نائم عليه. قال دعني مما أنا فيه وقل لي كيف وجدت البرزخ؟ قال والله ركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان يستودع عند الله جل وعلا عملا، وكلما وقف بين يديك أحد من الضعفاء الذين لا يجدون ناصرا عليك إلا الله فاستحي منهم أن تعاقبهم، وهذا مما يدخل عند الله.